السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم فيديو جديد ان شاء الله ينال اعجابكم. طيب، زي ما انتم عارفين انه عندي انا حبشة كانت تجمع بيض، فانا كنت قبلها يعني قبل ما تجمع البيض كنت هيك شوي يعني متلخبط ومشغول في الشغل. فالقصة انه هي كانت تبيض البيض وتحطه باماكن انا ما اشوفهاش، فتيجي العرس تخربه وتكسره وتاكله. فلما انا استوعبت انه هي يعني رجعت تبيض ولقيت لها بيضة مكسورة واخدتها وحطيتها في مكان انها تبيض ومن الكلام هذا. طب عشان انت ما تغلطش الغلطة اللي انا غلطتها، يا ريت انه انت تباشر اول باول على الطيور اللي عندك. طبعا انا كان عندي شوية هيك شغل فما كنتش منتبه عليها، فاللي نبهني انه انا لقيت بيضة مكسورة وعرفت انه هي كانت بايضة، وفي كان قشر في اماكن هيك في كل زاوية في الارض عندي. فجمعتها انا جمعت حطيتها في مكان وخليتها انها تبيض وتجمع بيض من اول وجديد. فاللي حصلت عليه اللي هو ضل اللي 7 بيضات، فالسبعة اللي قبل يعني راحوا هباء منصورة. فالحمد لله ان انا قدرت ان اخليها يعني اجمع البيض السبعة وما راحوش علي كمان. فلقيت بدي افرجيكم ايش بدنا نسوي، ايش هي المراحل اللي احنا بدنا نسويها عشان نخليها ترقد على البيض. تمام، خليكم معايا ونشوف ايش بدنا نسوي. طبعا يا جماعة الخير، كلكم عارفين انه لازم الانتاية الرومي تكون في مكان نسبة الضوء فيه 30%. فهلقيت انا بدي افرجيكم وين انا حاططها بالضبط وايش بدي اسوي عشان اخلي المكان يلائم اللي هو انها تحضر بيضها وما تخافش من حركة ناس ماشية جنبها او ضوضاء او اي خطر بشكلها انها هي ما ترقدش على البيض. فتعالوا نشوف ايش بدنا نسوي. يا جماعة الخير، هيك احنا بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو اول مرة بتفوت قناتي ريت تعمل سبسكرايب وتفعيل تنبيه الجرس ليصلك كل جديد. اما عن التعليقات اللي بتجيني فانا برد عليها اول باول، وبستمتع لما انا الاقي حد معلق لي وبستمتع اكتر لما انا افيده. طيب، لو عندك اي مشكلة بتواجهك في تربية الرومي ياريت تكتب لي بكومنت تحت وانا هرد عليك. وإذا حابب إني أنا أطلع على الكاميرا وأعمل لك إياها هذه المشكلة اللي عندك وأشرح لك كيف إنه أنت تتخطاها وتعالجها عندك فأنا مستعد. جماعة، قناتي عايزة دعم، فياريت القناة هذه نوصلها ل 500 متابع.
فياريت كل واحد بدخل يعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس، ويعمل لايك. واللي عندي اللي عندي اللي بدخله اللي بفوته اعملوا لايك، اعملوا لايك يا جماعة، اعملوا لايك، فاش هيك اعملوا لايك. طيب هيك احنا خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.